لطالما كان خوفنا الأكبر هو تحطم شاشة هاتفنا أو سقوطه في الماء أو حتى سقوطه أسفل إطارات السيارات وفقدانه للأبد، لكننا اليوم في رأي رقمي أحضرنا لكم هاتفا ذا قدرات خارقة، إنه في ماكس من شركة دوجي الصينية. فماذا يقدم لنا هذا البطل وما هي أبرز مميزاته وعيوبه؟ أولا التصميم. يأتي في ماكس بتصميم مميز جدا يجعله مختلفا عن أي من الهواتف الذكية الموجودة حاليا. فمن النظرة الأولى للهاتف قد تتخيل أنه موجه للاستخدامات العسكرية أو الأعمال الشاقة، وذلك بفض إطاره المعدني ذي التصميم المميز جدا مع حواف منحنية مصنوعة من المطاط كبير الحجم ترفع من قدرة الهاتف على تحمل الخبطات والسقطات. ومن الخلف نرى التداخل بين إطار وظهر الهاتف في شكل جمالي مميز يبرز هوية الهاتف بقوة. يأتي الفي ماكس بأبعاد 17.8 سنتيمتر للطول و8.3 سنتيمتر للعرض، وسمكه 27.3 ملم وزنه 540 جراما، ما يجعله هاتفا ثقيلا كبير الحجم من الصعب التعامل معه بيد واحدة، لكنه في نفس الوقت محكم المسكة بسبب حوافه المطاطية المنحنية. على يمين الهاتف نجد زر الطاقة مدمجا فيه مستشعر البصمة يعلوه زر التحكم في الصوت. على الجانب الأيسر نجد منفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيب شريحتي اتصال أو شريحة وكرت ذاكرة خارجي. أسفله نجد زرا يمكن تخصيصه لتفعيل أي خصائص في الهاتف أو تشغيل أي تطبيق. من أسفل نجد منفذ الشحن تايب سي ومايك المكالمات. من أعلى لا نجد أي منافذ. من الأمام نجد أن الشاشة يأتي بها نوتش على هيئة قطرة ماء يضم الكاميرا الأمامية. في إطار الهاتف من الأمام ومن الأسفل نجد منفذا للسماعات الخارجية، ومن أعلى نجد منفذا آخر. من الخلف نجد ثلاث كاميرات مترصة أفقيا بدون إطار، ونجد أيضا فلاش ليد ثنائي ومنفذ الأشعة تحت الحمراء المخصص لوضع الرؤية الليلية. ظهر الهاتف يظهر فيه تداخل بين المعدن والجلد ما ساعد على إطفاء فخامة أكبر للهاتف. الهاتف يأتي مقاوم للماء والأتربة بمعيارية IP69K، وهي معيارية عسكرية تجعل الهاتف يخضع لأصعب الاختبارات وأقصاها. الهاتف سيتوفر في ثلاثة ألوان: الذهبي والفضي والأسود. ثانيا الشاشة والصوت. زودت دوجي هاتفها بشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.58 إنش بجودة Full HD Plus ودقة 2408 في 1080 بكسل ومعدل كثافة بكسلات 401 بكسل لكل إنش، تدعم أبعاد العرض 20-9 وتدعم معدل التحديث 120 هرتز لسلاسة أكبر في عرض أي محتوى. قدمت لنا معدل رؤية واضحا مع تفاصيل غنية بالألوان، إلا أننا كنا نتمنى أن تكون من نوع سوبر أموليد. تأتي هذه الشاشة بطبقتي حماية، الأولى أنتي إكسبلوشن، وهي التي ساعدت الشاشة على تجاوز العديد من اختبارات السقوط والكسر بنجاح، حيث إن هذه الطبقة هي التي تستخدم في الهواتف العسكرية. والطبقة الثانية هي كورنينج غوريلا جلاس، والتي تساعد على حماية الشاشة من الخدوش. من ناحية الصوت فإن الهاتف مزود بسماعتين قدموا لنا تجربة صوتية غنية وواضحة مع طبقات صوتية متعددة وعمق في الصوت مع أعلى درجات الصوت. ثالثا العتاد. يأتي قلب الفي ماكس النابض من شركة ميديا تك، وهو دايمن سيتي 1080 ثماني الأنوية بدقة بناء 6 نانومتر، وهو المكافئ لمعالج كوالكوم سناب دراجون 778 مع معالج رسوميات مالي جي 68 MC4، وستوفر الهاتف في نسخة واحدة للذاكرة الداخلية والرامات. 256 جيجا بايت ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.1 مع 12 جيجا بايت للرامات من نوع LPDDR4، يمكنها التوسع إلى 20 جيجا بايت من خلال خاصية رام إكسبانشن لإعطاء الهاتف سلاسة وقدرة أكبر في معالجة البيانات الثقيلة وتحسين أدائه بشكل كبير في الألعاب الثقيلة. ولقد حقق الهاتف على منصة أنتوتو وعلى منصة جيك بنش النواتي الواحدة ولكل الأنوية هذه النقاط الظاهرة أمامك على الشاشة. وبتجربتنا للألعاب الثقيلة مثل ببجي وكول أوف ديوتي فإن أداء الهاتف كان جيدا مع استقرار في درجة حرارة الهاتف وسلاسة في معدل الإطارات. رابعا الواجهة ونظام التشغيل. يعمل هذا الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 12 إلى جانب أنه يعمل على واجهة تشغيل دوجي يو آي. خامسا الاتصال. يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال من نوع نانو سيم مع دعمه لشبكات الجيل الخامس. أما من حيث عتاد الاتصال فنجد أن الواي فاي يأتي من الجيل السادس بترددات الـ ABGNAC، كما يدعم الواي فاي دايركت والواي فاي ديسبلاي والواي فاي تيذرينج، والبلوتوث يأتي بإصدار 5.2 مع دعم الـ A2DB والـ LE، بالإضافة لدعمه لميزة الاتصال بالحقل القريب NFC والتي ربما يختلف توافرها من دولة لأخرى. سادسا الكاميرات. منظومة التصوير هنا تتكون من أربع كاميرات،
الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 مع مستشعر سوني IMX616 تدعم التصوير واسع الزاوية. قدمت لنا صورا جيدة في مختلف ظروف التصوير، جيدة الإضاءة والمتوسطة، وفي ظروف التصوير ضعيفة الإضاءة كانت الصور جيدة إلى حد كبير بفضل قدرة المعالج ومستشعر الكاميرا، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي على معالجة الألوان والظلال وتحسين التعريض الديناميكي. هذه الكاميرا تستطيع تصوير الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية و 1080 بكسل بمعدل عرض إطارات 30 و60 إطارا في الثانية. من الخلف نجد الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.7 ومستشعر من سامسونج. الكاميرا الثانية تأتي بدقة 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 وهي الخاصة بالتصوير الليلي بتقنية الأشعة تحت الحمراء. أما الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2 والخاصة بالماكرو وتصوير واسع الزاوية، حيث إنها تستطيع التصوير بزاوية تصل إلى 130 درجة. تجربتنا مع الكاميرات كانت مرضية إلى حد كبير، ففي ظروف الإضاءة الجيدة والمتوسطة كانت التفاصيل غاية في الدقة مع تباين جيد ومعالجة جيدة للتعريض الديناميكي. في ظروف الإضاءة الضعيفة كانت معالجة الصور جيدة مع أداء مرض في معالجة الظلال والتشويش. بالنسبة للفيديوهات فهي تستطيع تصوير 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية. سابعا البطارية. بطارية الفي ماكس هي أحد أقوى المميزات، فتأتي بسعة 22000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ما يجعل الهاتف كأنه بنك طاقة محمول. هذه الساعة تؤهل الهاتف للبقاء بعيدا عن الشاحن لمدة 6 إلى 10 أيام من الاستخدام، بالإضافة لدعمه لخاصية الشحن العكسي. ثامنا سعر الهاتف. يبدأ سعر الهاتف ب 380 دولارا أمريكيا. تاسعا أعجبنا ولم يعجبنا. أعجبنا خامات تصنيع الهاتف، وضع التصوير بالأشعة تحت الحمراء، معالج قوي، استقرار حرارة الهاتف في مختلف السيناريوهات، شاحن 33 واط، مقاوم للخبطات والسقطات. لم يعجبنا شاشة IPS، وزن ثقيل، كنا نتمنى معدل سطوع أعلى لتحقيق راحة أكبر في ضوء الشمس المباشر، لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي. أخيرا رأي رقمي. يعد الدوجي في ماكس هاتفا قويا مصمما للتعامل مع البيئات القاسية والتي يحتاج فيها المستخدمون لهاتف قادر على تحمل التحديات اليومية في مجال عملهم مثل مجالات البناء والصناعات الثقيلة، وأيضا يعد مفضلا للمغامرين. الهاتف قدم لنا أداء جيدا ومستقرا مع كاميرات مرضية إلى حد كبير وبطارية عملاقة تعد أحد أقوى مميزات هذا الهاتف. فأخبرونا ماذا تعتقدون عن هذا الهاتف، وهل يستحق أن يكون هاتفكم المقبل؟ كان هذا كل ما لدينا عن الفي ماكس. لا تنسوا أن تدعمونا باللايك وأن تشتركوا بالقناة.